السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي برنامج بنت البلد. بداية أحب أهني الشعب المصري بمناسبة انتصارات أكتوبر الذي سيظل مدى التاريخ أعظم وأمجد أيام الشعب المصري كله. طبعا احنا في الفترة ديت المفروض كان معانا أصلا تقرير إخباري كده بسيط عن نصر أكتوبر، ولكن بعتذر يعني موجود. طيب يلا بينا نشوف التقرير الأول وبعدين هنكمل الحلقة معاكم. هل انتم متصورين ان انتم مستعدين تدوا صوتكم لأي حد؟ بالمناسبة بقى النقطة دي من أهم النقاط على الإطلاق لكم يا مصريين. تخيروا واختاروا وخليكم حريصين جدا جدا في اختياركم. لا تعطوا صوتكم إلا لمن تروه يستحق أن يتولى أمركم. هل أنتم متصورين؟ طبعا زي ما أنتم سمعتوا أنا كنت حابة أبدأ الحلقة بالرسالة دي. الرسالة دي بنتكلم فيها عن الانتخابات وعن الأمانة في أداء أصواتكم. طبعا الكلام على الانتخابات احنا نتكلم عنه النهارده الحلقه اصلا، مع طبعا معانا شخصيه من الشباب اللي هم المفروض اللي هم مهتمين بالقضايا بقضايا الدوله، هو محامي الاستاذ سيد شاهين. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا وشرفتنا. طبعا الاستاذ سيد شاهين، سيد ابراهيم شاهين، من شباب المحامين ونائب رئيس طلاب تحيا مصر. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا. لا والله ينورينا. طيب احنا عارفين احنا النهارده الحلقه عن الانتخابات، وطبعا احنا هنقول ان اللي اسس مجلس الشعب وافتتحه كان الرئيس انور السادات رحمه الله. طبعا احنا عارفين ان مجلس النواب له اكتر من مهام، له مهام كتير جدا. بس احنا عايزين ننوه عن حته بس صغيره الاول، اللي احنا يعني بنيجي نناقش فيها بعض الشباب بنقول له ان صوتك امانه الاول وان انت لازم تنزل تنتخب. بيقول لي ليه؟ انا كده كده يعني مش مستفاد حاجه. دي الكلمه المشهوره من الشباب واللي انا بادئه بيها الحلقه النهارده. طيب انت لازم المفروض تعرف ايه مهام مجلس النواب، وان هو لازم تعرف ان هو سلطه تشريعيه، وتعرف يعني ايه سلطه تشريعيه، وده اللي احنا جايين عشانه النهارده. واتمنى ان انتوا تسمعونا كويس وتركزوا معانا. الشباب اللي احنا كنا معاهم امبارح في اثناء لقاء اتكلمنا معاهم، فهم النهارده مستنيين يعرفوا يعني ايه سلطه تشريعيه وليه انا نازل انتخب. تمام، احنا عايزين نعرف المهام الاول. في البدايه هو مجلس الشعب او مجلس النواب دوره الاساسي دور تشريعي. تمام، يعني خلينا نبعد عن الفكره زي ما حضرتك سمعت امبارح من الشباب انا اعمل ايه بدور التشريعي. يمكن انا مش هعتب على الشباب، انا هيبقى العتاب كله واللوم كله على المرشحين نفسهم. احنا ما عندناش وعي كافي بدور مجلس النواب كلمة. بس ده يرجع مش للشباب بس، يرجع للمرشحين نفسهم. أي. المرشح اللي نازل فهم الشاب او فهم المجتمع ان هو دوره خدمي، بمعنى كيلو الطماطم وكيلو اللحمه وكيلو الرز بالزبط. بدا يختزل دوره في الدور الخدمي اللي هو اصلا واحد تعبان واحد عيان. فعلا ده صح، ده دور عضو مجلس محلي. ايوه فعلا، مش دور عضو مجلس الشعب. فبقى اصبح ان عندنا دلوقتي وعي يعني بقى متراكم عندنا ان عضو مجلس الشعب هينزل هيخدمني. ايوه يعني كله كان ماشي على المجال ده ومن والده، انما ما شفتش مرشح لمجلس الشعب او لمجلس النواب نازل يقول يا جماعه انا دوري رقابي، انا دوري تشريعي، انا بسن قوانين، انا بسن تشريع. طب انا كشاب هستفاد ايه من سن القوانين او من الدور التشريعي لمجلس النواب؟ بالظبط. اول حاجه لو هتكلم في مشاكل عندي انا هنا في الدوله، هقول مثلا انا عندي مشكله من مشاكل البطاله. أي. طب انا كعضو مجلس الشعب هحلها ازاي؟ أي. هاجي احلها من منطوق او من منظور تشريع او سن قانون للاستثمار جيد، من خلاله اقدر اجذب مستثمرين للسوق المصري. لما انا هجيب مستثمرين للسوق المصري هيجي يستثمر فلوسه عندي، هيبني لي شركات، هيوفر لي فرص عمل. يبقى من خلال سن قانون للاستثمار صح وفرت فرص العمل، يبقى انا قضيت على البطاله.
انما الشاب في دماغه ان انا هروح لعضو مجلس الشعب هقول له خد السي في بتاعي. انت حضرتك بتتكلم دلوقتي بلسان الشباب. بالظبط. ايوه يعني انت حضرتك دلوقتي انا اعتبر ان حضرتك مكان احد الشباب وانا بتكلم معاه. احنا عايزين نقول لهم من هنا زي ما حضرتك قلت كده اللي هو سن القوانين. سن التشريع. اللي هو التشريعي. هو دوره تشريعي. تمام. احنا بقى عايزين نعرف مثلا المهام بصفه مختصره كده. تمام. نقول لهم دوره يعني. لمجلس الشعب عندنا 7 اختصاصات أو 7 مهام. تمام. المهام الأول هو المهام التشريعي. تمام. عندنا المجلس الشعب اللي فات ده ناقش حوالي 814 و 815 قانون في الفترة كاملة ال5 سنوات. فهو الدور الأول هو سن التشريع أو سن القوانين. تمام. الدور الثاني هو تعديل الدستور لما يكون أنا عندي مادة في الدستور عايزة تتعدل، وده برضو حصل معانا في التعديلات الدستورية اللي فاتت. فيبقى تعديل الدستور. أيوه. الاختصاص الثالث هو مناقشة برنامج رئيس الجمهورية. أيوه. الاختصاص الرابع هو اختيار رئيس الجمهورية، لأن أنا عندي دلوقتي يعني لازم تزكية عدد من الأعضاء لاختيار رئيس الجمهورية. بعد كده عندي الدور الرقابي اللي هو بيراقب الحكومة، بيشوف الوزير ده عمل إيه، المحافظ ده عمل إيه. في اختصاصات للوزير ده، في اختصاصات للمحافظ ده، عمل ما عملش، ناقش ما ناقش. فبيبقى عنده دور رقابي على السلطة التنفيذية. بعد كده إعلان حالة الطوارئ والحرب في الدولة. أخيرا سن يعني بنقول عليها ايه، الاتفاقات الدوليه. أيوة. يبدا ينظر في الاتفاقات الدوليه. أيوة. تنفع ما تنفعش، تكمل ما تكملش. فهي دي اختصاصات مجلس النواب. تمام، كلام جميل. طيب احنا من هنا برضو عايزين نقول يعني مثلا انا واحده قدامي اكتر من مرشح. تمام. في قدامنا طبعا زي ما انتم شايفين في المرشح اللي ما شاء الله بيصرف بالملايين والمليارات عشان ياخد الكرسي باي شكل ويوصل للحصانه، وفي الشباب اللي هو داخل بيقول انا ما حلتيش غير الهدوم اللي عليا، بمعنى اصح بنتكلم بالفلاحي صح. وده بيحصل في نواب كتير نزلوا فعلا في اكتر من دايره، واحنا شفناهم ناس فعلا لا يملكوا اي شيء، ومع ذلك مجرد انه رشح نفسه بدا يلاقي ناس بتقول انا هعمل لك الحاجه دي على حسابي والحاجه دي. طيب احنا كشباب احنا جايين نختار النهارده، انا بختار من وسط الناس دي كلها، اختار عايز اعرف ايه المعايير اللي انا اختار فيها اللي هيمثلني. طيب تمام. انا دلوقتي توفرت عندي حاجه كويسه جدا. تمام. سهل اعرف كل المرشحين، يعني انا دلوقتي عندي كل دايره بقى فيها مش اقل من 40 مرشح. بالظبط. انا كشاب هقعد اتفرج على 40 مرشح او هشوف ال 40 مرشح او هوصل لهم او هسمع منهم ازاي. دلوقتي بقى عندي منصات تواصل اجتماعي. ايوه. من خلالها هقدر اخش على صفحه كل مرشح اعرف اوله واخره. واشوف وادرسه. اعرف هو من يوم ما اتولد لغايه النهارده فكره ايه. صح. ماشي ازاي. لان سيبك من موضوع بقى التجميل وقت الانتخابات والسبوبه اللي بنقول عليها وموسم الانتخابات والنزول بقى يظهر معانا في والبقاء لله بالزبط. والتعزيه والافراح والكلام ده كله صح، بالذات الاعضاء نفسهم بنشوفهم قبل الانتخابات بشهر او بشهرين اللي هو الموسم بتاعهم هلال رمضان زي ما بنقول. بالظبط فعلا. فلا انا اقدر ان انا اشوف الناس دي كلها واعرف فكرها الفتره اللي فاتت كان ماشي ازاي عن طريق منصات التواصل. طب برضو انا كشاب هختار المرشح ازاي؟ عندي قاعدة أو عندي المفهوم عموما اسمع مني قبل ما تسمع عني. صح. يعني مش هبدأ أسأل أصحابي، لا أنا هسمع من المرشح نفسه. كلام أشوف جميل. المرشح ده عنده القدرة أن يمثلني، المرشح ده هيقدر أن يكون هو صوتي في البرلمان ولا لا، المرشح ده فاهم اختصاصات مجلس الشعب ولا لا. أنا في مرشح من كام يوم بعناية شايفه وبيتكلم بيقول لك يعني كان الناس بتشتكي من الأسفلت عندهم أو طريقة السفلت. مش دوره فعلا. لا بس أقول لحضرتك حاجة برضو، احنا كشعب يعني احنا متعودين ان يعني مثلا هتلاقي الراجل البسيط في قريه او في مكان الكرة طبعا احنا عارفين مهضوم حقها حقيقي. وده حقيقي. المدن دلوقتي ما شاء الله سواء مدينه بلطيم، كفر الشيخ، المنوفيه، الشرقيه، الاماكن دي كلها في اهتمام من المحافظين بالمدينه نفسها، بس في كرة وفعلا انا رحتها بنفسي وشفتها الشوارع فيها يعني الناس في الشتاء ما يعرفوش يطلعوا بره، وعندي اكتر من شكوى موجودين عندي اكتر من بلد موجودين عندنا قريه اسمها، واحب ان انا برضو انوه عنها المسؤولين اتمنى يكونوا سامعيننا، عندنا جزيره الورده على طريق كفر الشيخ الدولي، عندنا الجزيره دي الناس بيقولوا لي ما بيعرفوش في الشتاء يطلعوا بره، عندنا برضو قريه 58 الخشع، قريه 68 عندهم مشاكل كتير، يعني دي بس كره جنبي، ما حاله بقى حضرتك اللي احنا ما نعرفوش. دولت عندهم ناس بتعاني من الصرف، من الطرق عبارة عن رملية وطين طيب فين الناس اللي كانت قبل كده؟ برضو لهم دور. ده اللي احنا بنقوله، احنا عايزين الناس دي تنزل
تشوف الكرة دي وتشوف شوف ايه المطلوب وتعمله. يا فندم احنا في خطة الدولة اصلا لكل الكرة في مصر. ايوه. وفي عندنا نظرة للدولة من النهاردة ل 2030. فكل كلام الكلام ده كله قدام السيد الرئيس. انا كنت اتمنى ان تلاقي مليون عبد الفتاح السيسي معانا. كنت اتمنى ان تلاقي 20 مرشح بس لمجلس النواب او 20 عضو في مجلس النواب عبد الفتاح السيسي. كلام جميل. هتلاقي حد بالحماس او حد بالقدره ان يشتغل بالطريقه دي. هو للاسف احنا بنحس ان الرئيس شغال لوحده. حقيقي. معلش مع احترام القيادات اللي فوق بس اللي انا شايفاه ان الرئيس لوحده. حقيقي. لان معظم والمحافظ شغال لوحده وكل واحد شغال لوحده. لو الناس اللي تحت اللي احنا بنقول عليها اللي هم احنا قلنا عليهم اللي هم بتوع المجالس المحليه والناس دي كلها تكاتفت احنا واثقين ان هيبقى في بلد ثانيه. واثقين ان احنا نطلع من اللي احنا فيه اصلا. يا فندم انا هذكر حضرتك يعني مثال صغير لقريتي انا، قريه متحلفه اللي انا بعتز ان انا ابن من ابناء متحلفه. احنا عندنا في القريه من غير عضو مجلس شعب من غير عضو برلمان عندنا بنينا مدرسه بنيناها عندنا من غير تدخل اي عضو من اعضاء مجلس الشعب خالص، بطلب بسيط قدمناه توافق عليه من مجلس المدينه هيئه الابنيه بنت المدرسه. ما شاء الله. قمنا بالجهود الذاتيه بنينا معهد ديني ازهري. البلد صرفت حوالي 4 مليون جنيه لما بنت المعهد الازهري عندنا من غير تدخل اي فرد من افراد او اي عضو من اعضاء مجلس النواب، بل الاكثر من كده ان عضو مجلس النواب نفسه اللي كان عندنا كان بيحارب ان ينتزع تخصيص الارض للمعهد الازهري. بتحصل كتير. يعني كان بيحارب المصلحه العامه بجهل. في حاجات بتيجي من الدوله ويقول لك انا اللي عاملها وبيسندها لنفسه، ودي بتحصل كتير. احنا كشباب بقى قريه عندنا متابعين الكلام ده كله. أيوة. مفيش عضو مجلس شعب عندنا او عضو مجلس نواب يتجرأ يقول انا عملت لمتحالفه كذا او كذا. احنا عندنا مثال بسيط، عندنا الشباب تكاتف الشباب عندنا في القريه، ابناء القريه نفسهم، عندي فريق او عندي فريق التعقيم في متحالفه عندنا. أيوة. الفريق ده عندنا في ازمه كورونا كان يوميا بينزل يعقم المحافظه. كان على القرية. مستوى الجمهوريه احنا كان عندنا برضه كنا قايمين بالدور ده في ملتزمون يا وطن. كان شباب الخير كانوا قايمين بالقصه دي بس فعلا. انا بتكلم على شباب في كل قرية. بلد يعني كان بقيادة فاروق صقر عندنا كان بينزلوا كل اماكن القريه يعقموها. أيوة. عندنا شباب الخير في القريه برضو كان عملوا الشنط. أيوة. والكراتين اللي كانت بتتوزع على الاهالي كلها، كان بتكاتف الشباب جمعوا تقريبا حوالي 150 الف جنيه من جيوبهم الشخصيه وعملوا الشنطه دي. طب فين الكلام ده بقى؟ احنا برضو من ضمن الرسائل اللي انا عايزه اقولها من خلال البرنامج برضو المجتمع المدني برضو لا يعني احنا عايزين نقول حاجه بعد اذن حضرتك. فندل. فين الناس دي دلوقتي؟ يعني احنا الكلام ده بنشوفه في رمضان وبنشوفه في شعبان وفي الايام اللي فاتت. هل هو رب رمضان مش رب كل الشهور ولا ايه بالظبط؟ الكلام ده كان عندنا مش في رمضان خالص، الكلام ده كان في ازمه كورونا. لا انا بتكلم على عندنا. كل واحد يتكلم على بلده. انا بعتذر ان انا ما شاء الله. ايوه احنا عندنا ناس، انا كنت عامله تقرير بس يمكن لظروف كده ما نزلتوش. واحده ست عندها اربع اولاد والله بتبكي بتقول لي انا عندي اربع اولاد اجيب منين لبس مدارس، اجيب منين، يعني مش مكفيه اي حاجه وعايشه لوحدها وسقف يعتبر لو جه الشتاء. طبعا بتقول انا وعيالي بنبقى عايمين في البيت بتاعها ده، يعني حضرتك فاهمني. طبعا. في نواب احنا بقى ده مختلط بكلامنا، الناس هيقولوا احنا خرجنا، لا ما خرجناش من الموضوع، احنا بنتكلم عن الناس اللي بتصرف ملايين ليه ما بتستفادش بيها؟ ليه ما بتدورش على الاسر اللي محتاجه؟ ليه ما بتروحش المدارس؟ دي الرساله اللي احنا حضرتك عايزاك توجهها للنواب برضو من ضمن ال انا هواجه رساله للنواب فاقول لهم اتقوا ربنا في الوعود الكذابه بتاعتكم. لما تنزل تتكلم اتكلم على ارض واقع، اتكلم خلي مصداقيه بينك وبين الناخبين، قول لهم طبعا انا مع احترامنا للناس اللي هي عندها طبعا مصداقيه. طبعا في ناس كويسه جدا. أيوة. انا هقول امثله، انا عندي برضو امثله كويسه جدا. أيوة. بس انا بتكلم فانا اسف في المجمل. أيوة. في الحاجات اللي بنشوفها كتير بقول لحسيادتك قسما بالله بيشتكوا ان طريق عايز يسفلت، يقوم المرشح بجهل يقول لهم ايه انا هخاطب وزير الاسفلت. انا عايز اساله بس، هو في وزير الاسفلت اسمه ايه وزير الاسفلت اصلا؟ حصلت فعلا ده قدام عيني. انا سمعتها قدام عيني، مش سمعتها ده قدام عيني انا شخصيا. وزير فانا عندنا جهل وزير الطرق. لا عندنا الطرق الكبيره ده حاجه ثانيه. انا بتكلم انا هخاطب وزير الاسفلت، ايه وزير الاسفلت ده؟ ايوه. عندنا مرشح ثاني في اول ما اتكلم بيقول انا ترشحت عشان اهالينا بقى كيلو اللحمه غالي عليهم. غالي ايه يا عم الحاج؟ ايوه يا باشا انت ركز في شغلك، شوف انت اختصاصك ايه. انا ما حبيتش احرجه اقول له هو اختصاص مجلس النواب ايه اصلا، سيبته يتكلم. بس حاجه زي كده ما بكملش انا مع المؤتمر واقوم اتكل على الله. انا خلاص ما اوله ظهر معايا. صح. احنا عايزين، احنا عشان كده احنا هنا النهارده بنوعي الشباب لما تيجي تختار تختار صح حقيقي. يعني احنا عايزين ده اللي احنا عايزين نقوله، وعايزين نقول اللي مرشح نفسه بقى ده يعني دور على التجاره مع الله، صدقني هي دي اللي باقيه لك.
روح المدارس، روح دور على الطلبه. في كشوفات هناك على فكره، انا ممكن اجيبها لحضرتك في اي بلد، وممكن نجيبها لك لحد عندك، مش هنتعبك خالص. بدل ما انت عمال تلف كده وبتعمل المؤتمرات اللي بتصرف عليها ملايين، لا، في ناس فقراء محتاجه، الدوله محتاجاها، الدوله محتاجه دعم. احنا رايحين مدارس دلوقتي، في عندنا الكراسي المفروض تبقى في تباعد بين الطلبه، احنا عايزين نوفر الكلام ده. اصرفوا اصرفوا بدل ما تصرفوا على المؤتمرات والكلام ده والفلوس الكتير والعربيات اللي ماشيه طول اليوم والكلام ده كله. في اولى منها طلبه كتير، وفي مدارس محتاجه، وفي بيوت محتاجه والله، مش في رمضان بس. انت حضرتك طبعا الكلام كتير في القصه دي، بس احنا عايزين برضو، احنا من هنا عايزين نقول بالنسبه للشباب برضو، يعني من ضمن برضو الحاجات اللي بيتكلموا فيها زي ما انت حضرتك قلت، احنا قطعنا الحته دي اللي هو الدور الخدمي والدور التشريعي برضو، وهفضل اركز عليه طول الحلقه، ان احنا عايزين نقول للشباب وانت بتختار ما تدورش على مصلحتك الخاصه، تمام، دور على مصلحه البلد. حقيقي يعني احنا له دور ولازم يقوم بيه، انا او انت نقدر نقوم بيه ونقدر نخلصه، اللي هو دور الخدمي او دور المجتمع المدني. احنا بنقوم بيه كلنا زي ما قلنا. أيوه. شباب متحالف عندنا بيقوم بيه ازاي وبيشتغل ازاي. انما انا بتكلم، انا لما هاجي اختار عضو مجلس الشعب اختاره صح، اختار بين ال 40 مرشح اللي قدامي او ال 50 مرشح قدامي مين اللي يقدر يمثلني. انا هقول مثال صغير يوضح اهميه الاختيار الصح. أيوه. انا هفترض مثلا ان احنا كشباب طالعين رحله مع بعض. تمام. في باص 50 واحد، احنا 50 شاب ماشيين مع بعض. تمام. واحنا ماشيين لظرف ما السواق ما قدرش ان يكمل الطريق معانا، او ان خلاص السواق مش قادر ان يكمل خطوه لقدام، فغصب عننا احنا عايزين نوصل للهدف بتاعنا، نوصل لاخر طريقنا. هنوصل له ازاي؟ هنبدا نشوف ان واحد يكمل القياده او واحد يقود بينا الاتوبيس لاخر الطريق. صح. فتلاقيت في الاتوبيس من ال 50 في 2 او 3 قالوا احنا عندنا القدره ان احنا نقود المسيره لغايه اخر الطريق. فهبدا اشوف الثلاثه مين فيهم هيقدر يقود. فبدات انا بيني وبين نفسي انا هختار مين. مع نفسهم يختاروا، محمد قال نفس الكلمه، احمد قال نفس الكلمه، خالد قال نفس الكلمه، اتبقى في الاخر 15 واحد بس اللي هيختاروا من ال 50. كلام جميل. من ال 15 واحد عندي 7 جايين تبع واحد، او 7 من اسره واحده تبع واحد من المرشح نفسه ان يقود بنا المسيره. الـ7 اختاروا الراجل بتاعهم. أيوة. اول مساء العربيه، اول مساء الاتوبيس لبس بينا في الحيط. انا مش هلوم الـ7 اللي اختاروه، ولا هلوم ولكن هو شخصيا، انا هلوم نفسي. صح. ان انا اللي سكت، كنت انا سلبي في اختيار اللي يقود بيا الطريق للاخر. فلما كلام كنت انا سلبي ما اجيش ادي اللوم لغيري، ما اجيش بعد كده اقول ايه، انا ما عنديش تعليم مش كويس في مصر، انا ما عنديش قانون استثمار مش كويس في مصر، انا ما عنديش صحه في مصر. لا، انت اللي كنت سلبي في اختيارك، او ان انت اخترت غلط بسبب تعصب زي ما بنقول قروي او تعصب. وفي شباب مش عائلي. عايزين ينزلوا، حضرتك تحب توجه لهم ايه برضو؟ ما في شباب بيقول لك انا مش نازل، انا انزل اعمل ايه؟ هو كده كده بيا من غيري ناجح. من الكلام ده غير صحيح. مفيش بيا من غيري ناجح. أيوة ابدا. بالزبط. ليه؟ احنا عندنا دلوقتي الفرز بيكون داخل اللجان. أيوة. ده رقم واحد. رقم اتنين، كل مرشح بيقول له يعني زي ما بيقول ايه؟ واحد تبعه قاعد في اللجنه، فصعب. أيوة. انا كجاي ممثل عن مرشح اشوف تزوير قدام عيني وهسكت. صح. احنا كمجتمع مدني بنكون بنتابع الانتخابات واللي بيحصل ايه في الانتخابات. صح. برضو احنا عندنا منظمات دوليه بتتابع الانتخابات عندنا، بل اكتر من كده احنا بنيجي في اوقات بنشوف مثلا الصندوق قدام مننا في مثلا سي 2000 صوت. أيوة. بنيجي ناخد الكشوفات نشوف اللي مضى 2000 فرد ولا لا. فحته التزوير دي انسوها، انسوها بمعنى الكلمه، التزوير ده انساه خالص. أيوة. فالقصه السلبيه ده من قوة الشر زي ما بنقول، ده اللي بيصدروه للشباب. وانا اسف ان بقول ان احنا عندنا شباب بينصاع ورا كلامهم. كلام. بس ده برضو انا بلوم فيه للاعلام عندنا. انا المفروض عندي يكون عندي اعلام قوي. صح. وده بدا يظهر في الفتره الاخيره فعلا. لازم يكون عندي اعلام قوي يوعي الشباب، اعلام قوي يبدا يبعد الشباب او يحتضن الشباب بعيد عن قوة اهل الشر والاحباط اللي بيصدروه. هو عشان كده احنا طبعا انا في بدايه البرنامج او البرامج بتاعتي بقول انا بدعم الشباب، اللي عنده فكر، اللي عنده معلومه، اللي عنده اي حاجه عايز يعرضها، احنا طبعا مرحبين بيه من خلال البرنامج بتاعنا. وطبعا الكلام كتير عن الانتخابات وكلام مع حضرتك كتير، لان حضرتك فاهم ومدرك طبعا وعي تفكير الشباب ايه بيودي لفين طبعا. فاحنا طبعا الحلقه خلصت بسرعه مع حضرتك. والله بيخلص بسرعه مع المشاهدين. وبجد يعني انا رساله اخيره زي ما احنا قلنا بنوجهها للمرشحين، يا ريت نتقي الله في الفلوس اللي احنا بنصرفها، في اولى منها جهات كتير.
واماكن كتير تانيه، نتمنى ان انتوا توجهوها صح عشان ربنا يكرمك ويوفقك. واحنا بندعم الناس اللي بتراعي الناس، بنشتري الناس اللي بتشتري الناس، مش بنشتري الناس اللي بتشتري الناس. يا استاذ انا عندنا في الدائره يعني عندنا يا ريت تتفهم في الدائره عندنا حزب المال السياسي طبعا حضرتك فاهماه وشغال ازاي. لا انا عندي مرشح اللي في الدائره عندي تقريبا ما صرفش اصلا، بس شعبيته الله اكبر في الدائره كلها. اللي هو محمد جنديه رقم 3 عندنا. رمز الاسد ومستقل. تمام. يعني تعرض عليه اكتر من حزب حضرتك مستقل. لو كنت جبت لنا صورته للناس الكويسه دي كان ممكن نعرضها. نعرضها في حلقه ثانيه ان شاء الله. في حلقه ثانيه ده يعني ربنا يوفقه. وعندنا برضو ناس كتير، عندنا الاستاذ محمد زكي برضو فئات، وعندنا رضا، رضا برضو كويس جدا، شاب من الشباب الكويسه. وطبعا احنا برضو في النهايه عندنا ناس كتير، وهنتمنى انهم يتواصلوا معانا ويشرفونا في اي حلقه طبعا. وبنشكر بصراحه استاذ سيد جدا. لا والله انا مشكور، وانا استفدت جدا من حضرتك والله، ولقاء جميل جدا وعدى بسرعه الوقت معاكم، ومتشكره ليكم اعزائي المتابعين. وطبعا هتستنونا لان في فاصل، والاستاذه الاء معاها ضيف ان شاء الله تكمل معاكم الحلقه. واشوفكم على خير والى لقاء قادم ان شاء الله. ان شاء الله.